بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس، بهاي الحصة يا خامس إن شاء الله راح نراجع مادة امتحان نهائي للفصل الدراسي الثاني. طبعا الامتحان هو في كل المادة، فراح نراجع بشكل سريع أهم النقاط الرئيسية في هذا الكتاب. طبعا الدرس الأول كان يتحدث عن أجزاء الألف وهي الكسور العشرية. احنا بنعرف يا خامس إنه الكسور العشرية تتكون من جزئين، منطقة العدد الصحيح مثلا 12 ومنطقة الأجزاء، وهذه المنطقة اللي بتفصل بين العدد الصحيح ومنطقة الأجزاء هي الفاصلة العشرية. إذا بفصل بين العدد الصحيح والأجزاء هي منطقة هي الفاصلة العشرية. فمثلا لما بدي أحكي 122 من 1000، هذا الجزء الأول بنسميه جزء العشرة، الجزء الثاني بنسميه جزء المئة، والجزء الثالث هذا بنسميه جزء الألف. فهذه هي الأجزاء، الأجزاء تقع على يمين الفاصلة العشرية، والأعداد الصحيحة تقع على يسار الفاصلة العشرية. الجزء الأول هو جزء من عشرة وهو الجزء الأقرب إلى الفاصلة العشرية، بعدين عندنا جزء من مئة، والجزء الثالث هو جزء من عشرة. فمثلاً لو بدي أطلب منك القيمة المنزلية لهذا العدد، تحكي لي القيمة المنزلية لهذا العدد هو جزء من 100 لأنه موجود في منطقة الأجزاء. بينما لو طلبت منك توجد لي القيمة المنزلية لهذا العدد، فهذا العدد هو في منطقة العدد الصحيح. الأعداد الصحيحة أنا بقسمها إلى أحاد، عشرات، مئات، إلى آخره وهكذا. فهو هون الواحد موجود في منطقة العشرات، فقيمته المنزلية عشرات أو عشرة. لكتابة هذا العدد بالصيغة اللفظية والصيغة التحليلية، طبعا الصيغة اللفظية يعني أنا بدي أستخدم كلمات، فبحكي اثنى عشر اللي هو العدد الصحيح، ومكان الفاصل عشرين نحط و، مئة واثنان وعشرون من ألف. هذه هي الصيغة اللفظية. أما الصيغة التحليلية فيتم كتابته بطريقة التحليل، يعني الواحد قيم في منزلة العشرات قيمتها عشرة، زائد الاثنان في منزلة الأحاد قيمتها اثنان، زائد الواحد في منطقة جزء من عشرة فقيمته واحد من عشرة، زائد الاثنان في منطقة الجزء من مئة قيمته اثنان من مئة، وأيضا عندي هذه الاثنان قيمتها جزء من ألف. فلاحظ إنه جزء من عشرة ما في عنده أصفار بين الفاصلة والعدد، بينما في جزء من مئة نحط صفر بعدين الرقم، في جزء من ألف نحط صفرين بعد الفاصلة العشرية ومنضيف الرقم. فهذه هيك بنكون كتبناها بالطريقة التحليلية. الآن سنقوم بتحويل الكسر إلى كسر عشري وبالعكس. فمثلا لو كان عندي هذا الكسر 3 على 4 وطلبت منك تحوليه إلى كسر عشري، طبعا عشان أحوله إلى كسر عشري زي ما تعلمنا يا خامس يجب أن يكون المقام إما 10 أو 100 أو 1000. الآن الأربعة هاي لازم تصير 10 أو 100 أو 1000. طبعا الأربعة مستحيل تصير 10، إذا كان المقام 4 دائما بضربه في 25، فبنضرب البسط والمقام في العدد 25. يعني إذا كان المقام 4 بنضربه في 25 فبصير 100، إذا كان المقام 2 بنضربه في 5 فبصير 10، إذا كان المقام 5 نضربه في 2 أيضا بصير 10، إذا كان المقام 20 نضربه في 5 فبصير 100، إذا كان المقام 8 نضربه في 125 عشان يصير 1000. تمام؟ الآن المقام هون 4، 4 نضربها في 25، فبنحكي 3 في 5 15، 3 في 2 6 و 1 7 على 4 ضرب 25 100. الآن لاحظ ما عندي عدد صحيح، بنحط فاصلة بضيف الصفر، بما أنه عندي جزء من 100 فبطلع الجواب 75، يعني لازم يكون منزلتين في منطقة الأجزاء، فمننزل 75 فبصير 75
من 100. الآن لو بدي أحول مثلاً 1.75% على صورة كسر عادي، نلاحظ إنه 1.75% تحتوي على عدد صحيح اللي هو عندي 1. الآن بنيجي للأجزاء بنحطها هون في البسط، بما إنه في عندي رقمين في البسط إذا رح يكون المقام 100، لأنه 100 تحتوي على صفرين. الآن رح أكتبه بأبسط صورة، بأبسط صورة يعني أنا بدي أقسمه تقسيم. بما إنه في عندي 5 و0 يبدأ البسط والمقام بالخمسة والصفر، فهذان العددان يقبلان القسمة على 5، فمنقسم البسط على 5 والمقام على 5. بنزل 1، 75 تقسيم 5 فيها 15، 100 تقسيم 5 فيها 20. الآن وجود 5 و0 بخليني أكمل في عملية الكتابة بأبسط صورة، فبقسم أيضا البسط والمقام على 5. مننزل العدد الصحيح هو 1، 15 تقسيم 5 3، و20 تقسيم 5 4. وما تنسى يا خامس، حكينا لما يكون البسط والمقام عددين متتاليين فهذان العددان مكتوبان بأبسط صورة. عند مقارنة الكسور العشرية نبدأ بالعدد الصحيح، بعدين بناخذ منطقة الأجزاء جزء جزء. فمثلا عندي 906 من 1000، بدي أقارنها مع 391 من 1000. الآن أول شيء بنبدأ بالعدد الصحيح، ناخذ العدد الصحيح كامل، فعندي هون صفر وهون صفر. ننتقل الآن إلى منطقة الأجزاء، ناخذ جزء جزء. عندي 9 3، التسعة أكبر من 3 إذا نضع إشارة أكبر. بدي أنبه لشغلة كثير مهمة، إنه المقارنة ليس لها بعدد الأجزاء، ما إلي علاقة. فمثلا لما يكون عندي 21 و2 من 10، بدي أقارنها مع 21 و116 مثلا من 1000. لاحظ إحنا حكينا في المقارنة أنا ببدأ بالعدد الصحيح، هي 21 هي 21. بعدين منطقة الأجزاء جزء جزء، هون في عندي 2 وهون في عندي 1، الاثنين أكبر من 1 فنضع إشارة أكبر. ننتقل الآن إلى تقريب الأعداد العشرية، فمثلا عندي هذا الكسر 9 و845، بدي أقربها إلى أقرب عدد كلي. هنا العدد الكلي عملت التقريب كثير سهلة، بنظر إلى يمين الرقم، إذا كان الرقم من الأعداد الكريمة 5 6 7 8 9 منضيف 1، فالثمانية عدد كريم رح يعطي للتسعة 1، فبصير التسعة 10، ومنحط طبعا الفاصل العشري والأصفار ما لها قيمة فبطلع الجواب 10. بس هيك بنكتب الجواب 10، لأنه أنا بدي بس العدد الصحيح، ما بيهمني وجود الفاصل العشري. الآن مثلا عندي هذا الكسر 781، بدي أقربه إلى أقرب جزء من 10، منحدد الجزء من 10 اللي هو رقم 8، ننظر إلى يمينها 1، الواحد عدد بخيل ما بيعطي للثمانية، مننزل الثمانية ومننزل كل إشي موجود على يسارها، يعني 7.10 الصفر، فالجواب 78%. ما في داعي أخلي الواحد يصير صفر لأنه الصفر ما له قيمة، فبنبقي الإجابة بهذه الطريقة. طبعا في أثناء جمع الأعداد العشرية وطرحها احنا بنركز بشكل كبير يا خامس على ضرورة ترتيب المنازل. فمثلا لما يكون عندي هذا الرقم 600 مثلا هنا 660 و32 من 100، بدي هاي بدي أطرحها مثلا ناقص نحكي مثلا 1.54، بدي أطرح هدول الكسرين العشريين. ركزنا إنه في أثناء الطرح يجب ترتيب المنازل. الآن بأخذ الرقم 660 و32 من 1000. الآن اطلع على هذا الرقم، أول شيء بحط الفاصلة تحت الفاصلة، على يمينها في 4 فبتيجي 4 هون تحت 3، ومنحط هون 1 و5. شوف كيف المنازل مرتبة بطريقة صحيحة 100%.
الآن أي منزلة فاضية بنحط فيها صفر. الآن نقوم بعملية الطرح، 2 ناقص 0 2، 3 ناقص 4 لا يجوز، فبنصرف من 6، 6 بتصير 5، الصفر بصير 9، والثلاث بتصير 13. 13 ناقص 4 9، بننزل فاصلة عشرية، 9 ناقص 1 8، 5 ناقص 5 0، والستة بينزل، فيصبح الناتج 698 من 100. فضروري إنه نرتب المنازل في أثناء الجمع أو الطرح. الآن لو طلبت منك تقدر هذا الناتج إلى أقرب عدد كلي، لاحظ عدد كلي يعني هذا العدد الصحيح، هذا هو العدد الكلي. ننظر إلى حكينا إلى يمينه، الثلاثة عدد بخيل ما بيعطي العدد الصحيح، فيبقى 660 ناقص الأربعة عدد بخيل ما بيعطي 51، فتبقى 51 كما هي. الآن بدي أطرح، صفر ناقص واحد لا يجوز، الستة بتصير 5، والصفر بصير 10، 10 ناقص 1 9، 5 ناقص 5 0، والستة بتنزل، فبكون هيك أنا قربت الكسور العشرية في أثناء الجمع أو الطرح. ننتقل الآن إلى ضرب الأعداد العشرية وقسمتها في مضاعفات العشرة. الآن مثلا لو كان عندي هذا الكسر 8 و8 من عشرة، بدي أضربه في 1000 أو نحكي في 100 مثلا، في 1000 أو في 100 ما بيفرق. الآن في أثناء عملية الضرب دائما يا خامس منحرك الفاصلة العشرية جهة اليمين إجباري، منحركها بنفس عدد الأصفار، فبما أنه عندي هون صفرين فرح أحرك الفاصلة منزلتين، 1 2، فيصبح الناتج 8 بعدين 8، هاي المنزلة فاضية بنحط فيها صفر ومننزل الصفر، فيصبح الناتج 808. أما في حالة القسمة فإحنا منحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار، فمثلا 72 و1 من عشرة تقسيم 1000. في القسمة بنحرك الفاصلة العشرية بنفس عدد الأصفار إلى اليسار، عندي هون 3 أصفار فبحرك 3 منازل، 1 2 3، المنزل الفاضي بنحط فيها صفر. الآن لما بدي أحرك على اليسار، لاحظ الفاصلة العشرية إجت هون، أول شيء بحط صفر، بحط الفاصلة العشرية، بعدين بننزل الرقم زي ما هو، 0 7 2 1، الفاصلة العشرية ما كتبتها لأنه أنا حركتها فصار موقعها متغير. الآن بالنسبة إلى درس النسبة المئوية، طبعا النسبة المئوية مثلا بتوضح قديش عندي النسبة المئوية لموضوع معين، فمثلا بحكي لك إنه في عندي روضة لرياض الأطفال فيها 100 طالب، إذا عدد الطلاب كامل 100 طالب. في هاي الروضة مقسم إلى ذكور وإناث، في عندي 54 من هذه الطلاب هم عبارة عن إناث، والباقي اللي هون هم عبارة عن ذكور. الآن بدي أوجد النسبة المئوية للإناث والذكور، طبعاً الإناث هم 54 من أصل 100، فبنحكي نسبتهم المئوية 54%. بالنسبة للذكور أنا ما بعرف رقم الذكور، كيف نعرف عدد الذكور؟ بنحكي 100 ناقص 54، العشرة بتصير 9 والصفر بصير 10، 10 ناقص 4 6، 9 ناقص 5 4، إذا عدد الذكور 46. لما بدي أعبر عنها بنسبة مئوية بنكتب بس 46%، لأنه رقم 100 موجود عندي، بس بنعبر عن 100 بالنسبة المئوية. ننتقل الآن إلى المقادير الجبرية. لما نتحدث عن المقادير الجبرية فهي مقادير فيها متغير وفيها ثابت، فمثلا لما نحكي x ناقص 2 يساوي، هات هيك x ناقص 2 لحاله هذا نسميه مقدار جبري. إذا كانت قيمة x تساوي 3 بدي أوجد قيمة هذا المقدار الجبري، بناخذ اكس بنعوض فيها قيمتها، فبحكي 3 ناقص 2 يساوي 1. الآن نحن نضل ثابتين على هاي اكس ناقص 3. لو كان المقدار الجبري مثلا اكس
زائد 2. بدي أوجد مقدار أحل هذا المقدار. منعوض مكان إكس زي ما حكينا قيمتها اللي هي 3، بنزل الزائد 2. 3 زائد 2 5. مثلا لو كان عندي 4 إكس، حكينا هاي العملية المخفية بين العدد الصحيح، بين العدد والمتغير، يعني بين الثابت والمتغير، دائما هاي عملية ضرب. فبحكي 4 ضرب 3 ويساوي 12. مثلا 12 تقسيم إكس يساوي، مننزل 12، نضع إشارة التقسيم، قيمة إكس 3، 12 تقسيم 3 يساوي 4. الآن رح نحل معادلات الجمع والطرح في هذه المقادير الجبرية. يعني لو كان عندي هذه المعادلة إكس زائد 4 يساوي 9، بدنا نحلها. حكينا كيف بنحلها؟ أول شيء بناخذ الناتج نضعه في البداية، إشارة الجمع بتصير طرح، وبنزل الأربعة. 9 ناقص 4 هاي بعطيني قيمة إكس، 9 ناقص 4 5، إذا إكس تساوي 5. مثلا لو كان عندي إكس ناقص 4 يساوي 9، وحكيت لك أوجد قيمة إكس، بنفس الطريقة يا خامس، بناخذ الناتج، إشارة الطرح بتصير جمع، وبنزل الأربعة، هون بعطيني قيمة إكس، 9 زائد 4 يساوي 13، إذا قيمة إكس تساوي 13. مثلا لو كان عندي إم تقسيم 4 يساوي 12، بدنا نحل هذه المعادلة بنفس الطريقة، بناخذ 12، إشارة القسمة بتتحول إلى ضرب، وبننزل الأربعة، هون بيساوي إم. 4 في 2 8، 4 في 1 4، إذا قيمة M تساوي 48. مثلا لو كان عندي 7Y تساوي 56، الآن بننزل 56 في البداية، الإشارة المخفية بين السبعة والواي هي إشارة ضرب، عكس الضرب قسمة، وبننزل رقم 7 يساوي Y. 56 تقسيم 7 8، إذا قيمة Y تساوي 8. ننتقل الآن إلى درس المضلعات. طبعاً بدنا نأكد يا خامس أن المضلعات هي عبارة عن أشكال ثنائية الأبعاد مغلقة، يجب أن تتكون من قطع مستقيمة، ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر، لا تتقاطع، وعدد الزوايا يساوي عدد الرؤوس. فبدنا نميز بين شكل المضلع والغير مضلع، وضروري ندرس الأشكال في صفحة 64-65. الآن المضلعات تقسم إلى مضلعات منتظمة ومضلعات غير منتظمة. المضلع المنتظم، إذا إحنا تعرفنا إلى المضلعات، حكينا في عندي مضلع منتظم ومضلع غير منتظم. إذا لما نحكي عن المضلعات، تقسم المضلعات إلى مضلعات منتظمة، منتظم أو غير منتظم. طبعا المضلع المنتظم مثل المربع، واللي بيميزه إنه أطوال أضلاعه متساوية، فهذا بنسميه رباعي منتظم أو مربع. الغير منتظم بتكون أطوال أضلاعه غير متساوية، مثلا هذا الشكل. لاحظ هذا مضلع بنسميه بس رباعي، اللي هو المستطيل، لأنه هذا الضلع يساوي هذا الضلع، بينما هذا الضلع يساوي هذا الضلع، فأطوال أضلاعه غير متساوية. بينما هذا بسميه رباعي منتظم، أو ممكن أسميه مربع. رح ندرس أحد هذه المضلعات وهو المثلث. طبعا المثلث هو عبارة عن مضلع، لأنه لاحظ شكله مغلق، أضلاعه مستقيمة ومغلقة، وعد الرؤوس يساوي عد الزوايا. يقسم هذا المثلث إلى أقسام من صنفه، إما حسب أطوال أضلاعه، أو حسب قياس زوايا. الآن بالنسبة لأطوال أضلاعه بنقسمه إلى ثلاث أقسام، متطابق الأضلاع، وهذا المثلث بكون جميع أطوال أضلاع المثلث متساوي، يعني طول هذا الضلع يساوي طول هذا الضلع ويساوي طول هذا الضلع.
أو متطابق الضلعين، وهذا المثلث الخامس بيكون فيه فقط ضلعين متساويين، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع فقط. وعندنا مختلف الأضلاع، هذا المثلث بتكون أطوال أضلاعه جميعها مختلفة، يعني ما في أضلاع متساوية، جميع الأضلاع مختلفة. يعني مثلا أنا بدي أحكي هذا 2 سنتيمتر، هذا 1 سنتيمتر، وهذا مثلا 3 سنتيمتر، هذه الأطوال الأضلاع المختلفة. أما بالنسبة إلى قياس الزوايا فإحنا بنقسمها، طبعا أنت لما ترجع الكتاب بيكون الرسم أوضح. بالنسبة لقياس الزوايا فبقسمه إلى 3 أقسام، قائم الزاوية، وفي عندي حاد الزوايا، ومنفرج الزاوية. هاي بالنسبة إلى قياس الزوايا. الآن القائم يعني بيحتوي على زاوية قائمة وهي أكبر الزوايا في هذا المثلث. لاحظ كيف بنعرف إنه هاي الزاوية قائمة؟ بكون عندنا رسمة المربع هون، هذه الزاوية القائمة، هذا المربع بدل على الزاوية القائمة اللي قياسها 90. الآن لما بدي أحكي حد الزوايا بتكون كل الزوايا حادة كما نرى في هذا الشكل. هذا حاد الزوايا. لاحظ هذه زاوية حادة، وهذه أيضا زاوية حادة، وهذه أيضا زاوية حادة. منفرج الزوايا، هذا المثلث بيكون بيحتوي على زاوية منفرجة وهي بتكون أكبر الزوايا في هذا المثلث. فلاحظ هذه هي الزاوية المنفرجة. ما ننسى إنه الزاوية القائمة بيكون قياسها 90 درجة، الزاوية الحادة بتكون أقل من 90 درجة، أما الزاوية المنفرجة فبتكون أكبر من 90 درجة. الآن بالنسبة للأشكال الرباعية، في عندي الجدول الموجود في الكتاب في صفحة 79، هذا الجدول بيساعدني بشكل كبير على المقارنة بين الأشكال الرباعية وخصائصها. طبعاً الشكل هو في صفحة 81-83. الآن الأشكال الرباعية في عندي مثلاً شبه منحرف بكون بهذا الشكل. نلاحظ أنه شبه المنحرف يحتوي فقط على ضلعين متوازيين وليس متطابقين، يعني ما بنحط هاي الإشارة، بنحط هذا الإشارة، إشارة السهم. السهم بدل على أنه هذول الضلعين ضلعين متوازيين. شو يعني متوازيين؟ أي أنهما لا يلتقيان أبداً مهما امتدا. فالشبه المنحرف يحتوي فقط على ضلعين متوازيين. أما بالنسبة إلى متوازي الأضلاع، فاللي بيميز متوازي الأضلاع إنه في كل ضلعين متقابلين متوازيين، فهذول الضلعين متوازيين، وأيضا هذول الضلعين متوازيين، أيضا كل ضلعين متقابلين متطابقين، متطابقين يعني متساويين في المقدار، فهذا الضلع يساوي هذا الضلع، وطول هذا الضلع يساوي طول هذا الضلع. أيضا كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، فهذه الزاوية المنفرجة تطابق هذه الزاوية في القياس، وهذه الزاوية الحادة تطابق هذه الزاوية. الآن أميز بين المستطيل والمربع ومتوازي الأضلاع والمعين، هذا موجود في صفحة 83 في الجدول. وشبه المنحرف ضروري دراسة هذا الجدول للتمييز بين الأشكال الرباعية المختلفة. ننتقل الآن إلى درس الانسحاب، واللي بيهمني في درس الانسحاب كيف أعمل انسحاب بالجهات المختلفة. إحنا حكينا ممكن يكون الانسحاب إلى اليمين أو اليسار بهذه الطريقة، وممكن يكون الانسحاب خامس إلى الأعلى أو الأسفل. الآن إذا كان الانسحاب إلى اليمين منزيد قيمة X، نعمل زيادة على قيمة X. إذا كان الانسحاب إلى اليسار بنعمل نقصان لقيمة X. إذا كان الانسحاب إلى الأعلى بنزيد قيمة Y. وإذا كان الانسحاب إلى الأسفل بنطرح قيمة Y. فمثلا لو كان عندي هذا الزوج المرتب،
مثلاً ثلاثة أربعة، هذا زوج مرتب. الثلاثة تمثل قيمة X والأربعة تمثل قيمة Y. الآن بدي أعمل له انسحاب للأربع جهات هدول، اللي هو انسحاب إلى الأعلى بمقدار وحدتين، بدي أعمل له انسحاب إلى الأسفل كمان بمقدار وحدتين، بدي أعمل له كمان انسحاب إلى اليمين بمقدار ثلاث وحدات، وانسحاب إلى اليسار بمقدار أيضاً ثلاث وحدات، مثلاً هيك. الآن حكينا إذا بدي أعمل انسحاب إلى الأعلى بدي أغير قيمة واي وأزيدها، فهلأ ما دام التغيير راح يكون بس على قيمة واي بنزل الثلاثة اللي هي قيمة إكس زي ما هي، وقيمة واي بزيد لها 2، فأربعة زائد 2 بتصير 6، فبصير 3 6. الآن إذا كان الانسحاب إلى الأسفل بغير فقط قيمة واي وبطرح منها، فقيمة واي كان عندي 3 بدي أطرح منها 2 اللي هي 4 ناقص 2 بيساوي 2. لاحظ قيمة إكس ما غيرت عليها إشي لأنه التغيير فقط على قيمة واي. الآن إذا كان الانسحاب إلى اليمين بدنا نغير قيمة إكس ونزيدها، فقيمة إكس راح أزيدها 3 زائد 3 6، بينما قيمة واي ما بغير، ما إلي علاقة في واي، فبنزل قيمة واي نفس ما هي اللي هي 4، فبنزل 4 كما هي. إذا كان الانسحاب إلى اليسار بدي أطرح قيمة إكس، فإكس هون 3 بدي أطرح منها 3 3 ناقص 3 0، ومننزل قيمة واي كما هي، فبصير الزوج المرتب 0 4.